أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أحمد سمير زكريا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه بزيادة الإنتاج وإدخال تكنولوجيا جديدة كان محل نقاش خلال جلسة الحوار. وأشار زكريا إلى أنه تمت مناقشة تقليل الدين العام وتم طرح عدد من المقترحات من خلال زيادة الإيرادات وتوسيع قطاع الصناعة من أجل تقليل آثار التضخم. النحو الاقتصادي في الحوار الوطني شمل ثلاث جلسات، جلسه تتعلق بالدين العام وعجز الموازنه، وجلسه الاخرى تتعلق بالتضخم وارتفاع الاسعار، والثالثه الصناعه. عندما نتحدث عن الدين العام في الدوله المصريه وزياده الديون الخارجيه للدوله المصريه، نجد اننا نتحدث عن كيفيه تقليل هذه الزياده في المديونيه في المستقبل، ووضع خطه للدين في المستقبل، وهذا ياتي من خلال زياده الايرادات، وبالتالي هو كيف يزيد الايرادات في الدوله المصريه في المرحله المقبله، وتزيد من خلال قطاع الصناعه بشكل كبير جدا. وهنا ياتي الربط بين هذه المحاور، ان تشجيع قطاع الصناعه واهتمام السيد الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بقطاع الصناعه في هذه المرحله ياتي لزياده الايرادات من هذا القطاع، ودخول تكنولوجيا جديده، وزياده عدد العاملين من الشباب المصري، وتقليل نسب البطاله، كلها تتعلق بكيفيه تشجيع هذا القطاع وجذب الصناعات التي تستهدفها الدوله المصريه، كصناعات السيارات والهيدروجين الاخضر والتكنولوجيا الحديثه. وبالتالي كل هذا يساعد على زيادة الإيرادات، وبالتالي تقليل الاستدانة من الخارج، وأيضا يساعد على إتاحة السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتقليل آثار التضخم عليهم في المرحلة الحالية.